ماسين معاكم في لودي سيلفان حتى للثمانية باش ناخذوا فكرة على أهم الأنشطة اللي يستناو في الصغيرات في الأولياء في عطلة الربيع، بالخصوص كي نحكيو على مدينة العلوم. معنا بالتليفون سي رياض العبدلي، رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات بمدينة العلوم بتونس العاصمة. مرحبا سي رياض على إكسبريس اف ام. مساء الخير، تحياتي أسامة ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات. يعيشك بارك الله فيك. دونك كنا نعملوا ريكاب على الأنشطة اللي باش تكون موجودة إن شاء الله في عطلة الربيع كيما متعودين، معناتها مع العطل المدرسية اللي هو يكون فضاء متاح للصغيرات للأولياء أنهم يجيوا يزوروا مدينة العلوم وياخذوا أكثر فكرة على الأنشطة اللي تقدموها. شكرا، تحية ليك وبارك الله فيك على الاستضافة. صحيح، مدينة العلوم باش تكون مع موعد مع زوارها إن شاء الله في صلاعة، معناتها الجمعة الجاية، السبت الجاي، السبت والأحد الجايين. حضرنا برنامج كبير متنوع متجدد فيه المراوحة بين الأيام العلمية، سواء كانت وطنية كانت أو دولية، مثل اليوم العالمي للماء، فما اللي باش يكون يوم 19 مارس، فما اليوم الرياضيات، فما يوم القباب الفلكية، وكذلك فما الورشات العلمية على مدى الأسبوعين باش يكونوا زادا كيف كيف موجودين في مدينة العلوم. هذا الكل باش يكون خلال 15 يوم إن شاء الله، نكونوا مع الزوار وإن شاء الله يكونوا معاهم المؤثرين العلميين حاضرين باش يقدموا احسن ما فما من ماده علميه. واضح، دونك هذوما اهم البرامج اللي باش نكونوا واهم الانشطه اللي باش يكونوا. دونك يظل معناتها في التوقيت من الصباح للعشيه هكا؟ من الصباح للعشيه. كان نعطيك فكره، فما عندنا معرض الكتاب، هو معرض علمي تكنولوجي باش يكون من 21 و 22 مارس. أي. المعرض هذا ان شاء الله باش يكون بالشراكه مع المعهد الفرنسي في تونس لي اف تي، والمعهد البحوث من اجل التنميه لي ار دي. هو المعرض هذا باش يكون مخصص للطفل وللكتب العلميه والتكنولوجيه، وهي فرصه للزوار لاكتشاف والتعايش الفكري والنقاش مع الكتاب. معناتها في المعرض تلقاو عده ورشات باش يكونوا يتخلوا المعرض هذايا. فما ورشات قلت علميه، فما افلام كيف علميه، الى جانب الافلام الوثائقيه. المعرض هذا باش يتباعوا فيه الكتب، وباش يكونوا اسعار الكتب بالنسبه فيسكو باش يكونوا في مدينه العلوم، دونك باش يكونوا باسعار تفاضليه، دونك فرصه للزوار للصغار باش يحضروا نهار 21 و 22 مارس في مدينة العلوم كما قلت، من الصباح من 9 للخمسة متاع العشية. أسامة، تحب نعطيك فكرة على الأيام اللي إن شاء الله اللي باش يكونوا موجودين في العطلة؟ مثال شيء أيام العلمية. أي بعجالة سيريا، داي تفضل. بعجالة، دونك بعجالة باش نعطيك في ساعة في ساعة الأيام العلمية. 26 مارس اليوم الرياضيات. 25 مارس باش يكون يوم القباب الفلكية، ولحد الجاي مش غدوه، معناتها لحد الجاي باش يكون موعد مع يوم الماء، اليوم العالمي للماء، اللي باش يكون فيه برنامج كبير برشا، فيه معرض علمي خاص بالماء اللي باش يقعد 15 يوم في مدينه العلوم، الى جانب الورشات العلميه في مجال الماء. تقريبا هذوما اهم العناوين في 15 يوم اللي باش يكونوا في مدينه العلوم. واضح يا سيدي، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. سي رياض العبدلي، رئيس مصلحه فضاء الاستكشافات في مدينه العلوم. دونك اخذنا فكره لكم انتم المعلومه انه مختلف الانشطه اللي تنجموا تلقاها في مدينه